الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل
على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. الفاتحة وآية الكرسي والثلاث من كل الله حال والمعتد إلى رحمة استمعنا حاخنا في شبابه عبدك الفقير نحبك رحمة سمع إلى المرحوم حجي سيدي وحجي سعد حجي أسعد وسمعنا روح تدي سويانتو وأولياء صالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعبده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يسوى من الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأشفع كرسيه السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أبلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال إلى على إلى يوم الدين اللهم اجعل وقت ما تقبلته وما قرأناه من القرآن العظيم وقلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا بحمده وما صلنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متكبلة نقدم ذلك الحمد لله حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين وإلى روح أهل كل وصحبة والقرابة والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين وقل الدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة السفيان والمحكمين وأولياء الكون أجمعين وثواب مثل ذلك مازلك وإنسانك إلى روحي من كانت قراءته باسمي وذلك من أجله خصوصا ثم إلى روحي حجي سيدي أو حجي أسعد وديدي سوكيانتو اللهم اجعلوا فداء لهم من النار وفيقا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإجابة لهم من النار ونجاة لهم من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا
حسن الخاتمة وقد الحجد بالقبول يا الله قد الحجد بالقبول يا الله وقد الحجد بالقبول يا الله ببركة سيدنا وحبيبنا شفينا وكرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وافهم ربي فانفعنا ببركاتهم وسبح حرمة إمامنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة النصر في صدري وتيسر بها أمري وتجبر بها كسر وطن فقري وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة.